صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلي. وعلى فكره واحدة من اهم الاسباب عدم نزول الوزن انه الاشخاص اللي عندهم وزن زائد بيروحوا لعند اشخاص غير مسؤولين ويمكن ما عندهم الخبره الكافيه. يسعد صباحك. حابين نحكي شوي عن هذا الموضوع، قد ايه مهم وصعب انزال الوزن. اكيد انزال الوزن هو هلا شغل كل الناس، بس للاسف عم بيصير في طرق مش مزبوطه للواحد ينزل وزنه، وعم بيروح على طرق بديله ودايت بلانز كثير غريبين وعجبين وكراش دايت، وحتى بالحياه اليوميه وحتى الاشخاص اللي عم بجربوا ينزلوا وزنهم بطريقه صحيه في خطوات كثير صغيره بيكونوا هن مش منتبهين عليها ما بتخلي وزنهم ينزل مثل ما هن متوقعين. ايه نحن اليوم اذا بدنا نجيب واحد وزنه 170 اكيد راح يقولنا كيف بدي انزل ال 170؟ هذا السؤال الطبيعي، او كيف بدي ابلش؟ دائما بنشوفه محبط، ما عنده الادوات اللي يمشي عليها صح، ما عنده الخطوه الاولى. طيب ليه نحن شايفين الدايت صعب؟ ليه نحن شايفين انه تنزيل الوزن شيء مثل الجبل فوق ظهرنا؟ لانه نحن عندنا اذا بدك ناس عندهم صوره انه الدايت بلان هو اساس، يعني انا بدي اتقصص، بدي امشي فتره قصيره على اكل معين وبعدين برجع انا عم بعمل ريورد، يعني بكافئ حالي برجع باكل شو ما بدي، از انه انا كنت عم بتقصص من قبل. فري داي. فري داي which is not the case. انا ما بحب الفري داي لانه عن جد هو مش قصص، كل شيء نحن على بالنا ناكله ممكن نحن ناكله بس نقسمهم خلال الاسبوع، يعني هذا الفري داي بدل ما احطهم كلهم بنفس النهار قسمهم، هيك ما بياثروا علي بالوزن. يعني اعمل لايف ستايل بدل ما اعذب حالي احرم حالي من كل شيء. تحرم حالي من كل شيء يعني رز نشويات، هيدا احنا عايشين في بلاد موجود العيش موجود، هذا نسوي رجيم احنا عالي طبيعي، بس المشكله كيف نثبت الوزن عندنا. انا اوصل لوزن معين فكل عاجبني يبدا الخوف عندي هني، مش اكثر من خوف من الرجيم. صح صحن الرئيسي عندك رز هون ما في رز الرز والخبز والباستا والبطاطا النشويات كلها منا هي مشكله، بالعكس يعني بالبيراميد او بالهرم الغذائي هي القاعده للهرم الغذائي النشويات اللي هي نشويات معقده، بس الكميه اللي نحن عم ناكل هي المشكله. يعني مش مفروض انا او مش ضروري احرم الشخص من الرز او البطاطا او الباستا لانزل له وزنه، بس انما بينتبه على الكميه اكيد الوزن بينزل، لانه كل شيء بناكله زياده هو اللي بيتحول لدهون بالجسم. يعني فيك تاكل الجيمات وفيك تاكل حبتين يعني مو اوفر صح ولا لا؟ يعني فينا ناكل كل شيء. اذا رح اقول لكم تريك، اذا واحد لكل شخص فينا اذا بده يعرف هو حسابين قديش لازم له نشويات على كل وجبه، كل شخص لازم ياكل نشويات على كل وجبه قد حجم قبضه اليد. لا قبضه اليد ايدك مسكره هالقد من النشويات يعني. من النشويات هيك هيدا البروتين. أوكي. هيك قبضه اليد، بس كل واحد قد كف ايده يعني. هذا ما شاء الله. انا هيك بدي اعرف نوار بتكون انا افضل كمان. انا رح ضلني بلا اكل على الاخر. بلا اكل نوار اعملي هيك حرام. انتم مفكرين انا ما بنصح قليل، بس هن ما بيطلعوا قليل بحجم الحصه الغذائيه ابدا. بس ايوه انا بعتقد انه كمان قصة والله انه نخفف الاكل، لا نحن ما شاء الله يعني انا بدي اتكلم بالغالبية العظمى، نحن مش متعودين ناكل، نحن متعودين نبلع مش نشبع، مصطلح الشبع ما مش موجود هلا للاسف. هذا السلوك الخاطئ اللي صرنا نشوفه بالمطاعم، انه والله يلا انا باكل ومش همني ويلا بكره بضعف، هي هذا البكره صار بعد سنتين وثلاثة. صح. طيب شو سبب الاهمال هون؟ سبب الإهمال أول شيء أنا دائماً بقول لهم الأشخاص اللي قررين ينزلوا وزنهم لازم يكون القرار من عندهم، يعني أنا بدي نزل وزني مش تحت ضغوطات أو أنا عندي مناسبة معينة بدي نزل فيها وزني على السريع، لأنه لازم نقتنع أنه هو نظام غذائي صحي أو لايف ستايل يعني. صحي، إتس لايف ستايل، لأنه مش بس كون فيه عم نزل وزني لنزل وزني لأسباب تجميلية يعني لكون شخص فت، إنما كمان صحياً افضل بكثير. وذكرت شغله كثير مهمه انت، انا باكل بدون ما احس بالشبع، هذا الايموشنال ايتينج، يعني انا بس عم باكل لانه انا بدي اكل مش لانه انا جعان. اذا بنبلش الخطوه الاولى نبلش نحن نسمع لجسمنا انا جعان او انا شبعت، هيدي اول ستيب انا دائما بقول لهم لواحد يبلش يتحكم بكميه الاكل. أوكي. عنده
يعني ناكل بس انا اكون جعان وعند الحاجه يعني أشبع. اي بس المشكله الاكبر اللي عم يواجهوها يمكن هذا النوع من الناس انه عم يعملوا دايت بس عم يهملوا كل النشاطات الثانيه بحياتهم، عم تكون الرياضه مهمله عندهم، النوم، فترات الراحه، كثير عم بيصير معهم يعني مشاكل. بالضبط عم بيصير معهم مشاكل نفسيه زياده من لما مثلا يكونوا بدون دايت. قد ايه هذا الموضوع كمان بياثر عليهم نفسيا؟ اوكي رح اقول لك من اكثر النقط اللي هي ما بتخلي الاشخاص ينزلوا وزنهم، هن بيكونوا مفكرين انه عم يعملوا شيء منيح لهم. اول نقطه هي لما بيكونوا ما عم بياكلوا اكل كافي، في معتقد انه انا ما عم بنزل وزني لازم اقلل الاكل اكثر، فبيقلل الاكل بيلاقي انه وزنه ما عم بينزل، بيرجع بيقلل الاكل مره ثانيه. قله الاكل مثل كثره الاكل، يعني انا اذا باخذ اقل من حاجات الغذائيه باكثر من 500 وحده حراريه، جسمي ما بيسمح انه ينزل وزني لانه بيكون عم يحميني من قله الاكل. النقطه الثانيه قله النوم، في دراسات كثير بتفرجي انه اذا نمنا اقل من 5 ساعات باليوم ما فينا ننزل وزننا، لانه النوم من اهم الاشياء اللي بتحكم بهرمون الشبع وهرمون الجوع. فلما بصير في عنا خلل بهذه النقطه بصير في خلل بتنزيل الوزن. يعني احنا شنو نسوي؟ خلاص نوقف اكل؟ لا، لازم ياكل بس ينام منيح وياكل كميه حرارات حراريه المناسبه لجسمه. وثالث نقطه الرياضه، حكيتي عنها شغله كثير مهمه، نوع الرياضه والوقت اللي عم نعمل فيه الرياضه كثير مهمين. اذا بس بنعمل كارديو يعني بس بنعمل ركض ومشي، هذا الشيء لحاله ما بيكفي انه ننزل وزننا. كثير رح يلاقوا انه بعد ما بلشنا لفتره طويله نعمل كارديو الوزن وقف ما بقى عم ينزل، فبصيروا بيعملوا كارديو اكثر. بس اذا عم تعمل كارديو اكثر كمان وزنك ما راح ينزل. لازم نعمل ويت تريننج، يعني نشيل اوزان ولو اوزان صغيره لنقوي الكتله العضليه عندنا ونحافظ على الكتله العضليه، هذا الشيء اللي بينزل الوزن. وبعدين ما لازم نعمل كثير رياضه، يعني لازم نعطي وقت لجسمنا يعمل ريكفري ليرتاح بين فتره رياضه، يعني وان سيشن او اكسرسايز والثانيه، لما نعمل ستريس زايد بالجسم بخلي انه الوزن ما ينزل. يعني ناكل كفايه، ننام كفايه، ونعمل رياضه على الأد. على الأد. دائما قلنا سوى رياضه يعني حرق الدهون 40 مينتس معدل تبعون حيلا سيشن عادي بتطلعوا بتعملوا في شغله. كنت بعد كمان غير هيدا السكر والنوع النشويات، مش النشويات المي بعد وايد مهم المي. المي هي عنصر كتير 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 مهم. حتى اذا نحن عم نمشي على دايت بلان، ناكل مزبوط، نعمل اكسرسايز مزبوط، ننام مزبوط، اذا ما كنا عم نشرب بحدود 6 الى 8 كبيات مي بالنهار، يعني نحن عم نعمل ديهايدريشن لجسمنا، كل اذا بدكم الميتابوليزم والبالانس بالجسم بيتخربط. هون اجان الجسم ما بقى بينزل الوزن. يعني في لكم انه جسم الانسان كتير حساس على الاشياء اللي هي بتاذي، الجفاف، التعب، قله النوم، قله الاكل، وهون بصير في عنا مقاومه للشخص ينزل وزنه. انتوا عارفين في شغله خطرت ببالي واكيد كلنا كل العالم متفق عليها، هدول الناس اللي بياكلوا وجبه واحده باليوم. يقول لك انا ما باكل بس باكل وجبه اليوم، بعد ما ياكلوا يترس طبعا ما شاء الله بشيك على البطيخه، يعني انه منيحه ولا لا، هو اكلنا والله عبينا ترسنا. وعلى فكره امجد غالبا هدول الاشخاص بيكونوا مصرين انه هي الوجبه تكون صحيه. صحيح. يعني بيقول لك انا نباتي وبدي اكل وجبه صحيه، بس ما شاء الله بياكل. ايوه تعرفي ليش؟ لانه هو يهضم الواحد. انا مره سمعت معلومه يقول لك الواحد اذا كل ما هضم الاكل اكثر يعني ما يتاثر الجسم اذا هو يمتن او يضعف. اوكي وكل مكان صحي صح غير البلع، يعني في مرات نبلع الواحد لازم في الاكل حتى شوي شوي لازم الواحد ياكل. مزبوط. اذا كله بسرعه تلقى انه خلاص انه يبي ياكل زياده. مزبوط. ليش؟ لانه نحن المسج تبع الشبع بده 20 دقيقه يوصل من المعده للدماغ. فنحن اذا اكلنا على البطيء رح يوصل المسج انه نحن شبعنا ويكون اكلنا كميه قليله، انما نحن اذا بهول 20 دقيقه اكلنا كميه كثير كبيره قبل ما نحس انه نحن شبعنا فراح تكون كميتها كثير كبيره. النقطه اللي انت حكيت عنها اذا نحن بناكل وجبه واحده بال البطيخه مزبوط. اذا بناكل وجبه واحده بالنهار ولو حتى كانت وجبه صحيه، في ناس بتفكر انه انا اذا عم باكل هيلثي يعني عم باكل اكل صحي ودايت المكتوب عليه شوجر فري ولايت وهالقصص، يعني انا في اكل منه قد ما بدي. بس لا، كل هالقصص فيهم وحدات حراريه، يعني منن كالوري فري، ما في شيء ما في بقلبه كالوريز، وبالاخير قد ايه انا عم باكل منه بدي اكسب وزن او ما اكسب وزن. واذا باكل وجبه واحده بالنهار هذه شغله كثير كثير غلط، لانه الفترات الطويله من نحن ما عم ناكل فيها بتخلي انه عمليه الحرق او نسبه الحرق بالجسم تصير كثير بطيئه. انت اعطيت مثلا
مسج لجسمك انه انا ما عم بعطيك اكل كفايه لمده 16 او 17 ساعه بالنهار، فشو بده يعمل؟ بده يحميك لتضلك توقف على اجريك وتمشي وتتحرك، فبيوطي نسبه الحرق. اوتوماتيكلي اول وجبه رح تاكلها ولو كانت كبيره او صغيره جسمك رح يخزنها، رح يخزنها كدهون كسكريات بقلب العضل، بس ليعطيك طاقه باليوم الثاني اللي انت رح تعمل فيه نفس الغلطه وتاكل وجبه واحده. فمستحيل الوزن ينزل اذا اكلنا وجبه واحده. علشان شيء قلت دائما خذ الفطور يكون وايد وجبه مهمه للواحد ياخذ منها الطاقه يتمدد فيها طول اليوم. وعندي نقطه كثير مهمه بدي اقول اياها، مش بس الفطور والاوقات، نوعيه الاكل كمان. الاشخاص اللي ما عم بينزل وزنهم بيكونوا دائما بنسالهم شو عم تاكلوا، بنكتشف انه باخر النهار ما عم بياكلوا كميه بروتين عاليه بالاكل. والبروتين اذا لازم يشكل 20-30% من الكالوريز والحرارات الحراريه اللي نحن عم ناخذها بالنهار لنقدر نعلم نسبه الحرق ونحافظ على الكتله العضليه الموجوده بالجسم. واهم شيء لازم يكون في بروتين، مصدر بروتين بالفطور. ليش؟ لانه بالفطور البروتين مع النشويات المعقده بتسرع من نسبه الحرق من الصبح، وهذا الشيء بيكون كثير منيح لباقي النهار ونحن نكون عم نحرق الوجبات. حلو. على الترويقه يعني مثلا تاخذي حليب، كورن فليكس، بيض كمان، بيض، جبنه، لبنه، تشيز، كل هو بشكل عام ترويقه. فيك تاكلي شو ما بدك، فينا ناكل شو ما بدنا، بس كمان عندك اليوم كامل. لا لا حسب هي اذا العمل مالك ما يساعد انت تكون قاعد في المكتب 100% لمده 12 ساعه 100%. عكس الواحد يكون حركي يحتاجك انك تاكل اكثر عن الفطور. صح ديبانز. حتى الاشخاص اللي بيعملوا رياضه الصبح قد ايه لازم ياكلوا، واللي ما بيعملوا رياضه الصبح. بالنهايه نحن لازم نقسم حاجات كل شخص حسب اللايف ستايل تبعه، اي متى في فوكس للاكسرسايز تبعه والتركيز تبعه، هون بصير في فوكس لتقسيم الاكل بشكل انه كل وجباته يكونوا متساويين اذا بدك. ما عدا انا دايما بقول لهم وجبه العشاء خليها وجبه خفيفه لايت لانه ما بقى في حركه، ومش تكون مأخرة كمان. اكيد ما تكون كثير مأخره، بدها تكون بعيده تقريبا 2-3 ساعات عن وقت عن وقت النوم. اللي واحد بينقص وزنه يقعد مع نفسه يصير عمره ديل، تدرس كل شيء، انا شو شغلي، انا وين اشتغل، شو الاوقات الفراغ اللي انا عندي. صح. متى اقدر افطر، متى اقدر اتغدى، متى اقدر اتعشى. الواحد يعني لازم يسوي فوكس للاشياء كلها عشان يستمر في الرجيم. وهذا الشيء بيخلي الاشخاص يعملوا دايت او يمشوا برجيم معين، غير من لما انا بسمع رفيقتي شو عم تعمل دايت وباخذ منها وبكون الدايت مش مناسب لللايف ستايل تبعي، فوزني ما بينزل وبترك الدايت، فهون بنفوت بسيركل كثير صعبه. شخص لازم يستشير اخصائي، يشوف، يعطيه كل المعلومات عن حياته، ونحن وي هاف تو بيلد او نبني النظام الغذائي اكوردنج لللايف ستايل، اكوردنج لحاجاته الغذائيه اللي هو عم بعيشها، حتى وضعه النفسي، وضعه الصحي، وكل هالقصص. انتوا عارفين انا يعني بحزن على الناس اللي عندهم تبديل شفتات بالعمل، يعني مره بيداوم 6 الصبح، مره بيداوم 3 الظهر، مره بيداوم 6 المساء. صح. يعني في تقلب بالاوقات العمل، فاكيد مع تقلب اوقات العمل راح نلاقي ايهاب انه والله حتى الوجبات اختلف مواعيدها. هدول الناس كيف ممكن يعملوا اورجنايز لللايف ستايل لحياتهم لاكلهم حتى النوم او النوم كمان. اوكي، اللايف ستايل من الناس ونحن والبيشنت، يعني هو لازم يفرجيك شو هن الاوقات اللي هو واعي فيهم او نايم فيهم، او شو هو الشفتات اللي هو عم ياكلهم، وين بيقدر ياكل، يعني بالبيت، بالريستورانت، ديليفري، بيحضر اكله هو او لا. هون نحن بنصير بنقول له على ديفرنت شيفتس، يعني هو كيف اللايف ستايل تبعه بهذا النهار، كيف بيقدر ياكل. فاذا بدك نحن نكون عم نعمل ايدوكيشن هون اكثر من انه نحن عم نحطه على دايت بلان. يعني حتى ولو هو كان شغله بالليل، فنحن بنعمل شيفت لكل شيء بالليل، بس اكيد هذا الشيء ما كثير بيساعده انه ينزل وزنه، لانه بيكون في خربطه بالسايكل تبع النوم والاكل، بيكون عنده شوي اصعب من غيره تشانسز انه ينزل وزنه. والمشكله انه في كثير ناس لما توصل لهي المرحله ان هي عم تحاول وما عم ينزل وزنها، بصير معها مثل فقدان الامل وبتلجا لعمليات مثل قص المعده والتكميم وغيرها والشفط او تكميم او وبعدين بقى بيرجع للدايت. في منهم بياخذوا ابر لتنشيط الغده الدرقيه مشان الكورتيزون وكمان. صح مزبوط. هلا مشاكل الغده الدرقيه في كثير اسباب صحيه ممكن تؤدي لشخص ما ينزل وزنه، وهون لازم نعمل فحوصات طبيه قبل ما ناخذ ولا اي دواء ولا اي انجكشن ولا اي ابره. اهم كسل الغده الدرقيه، في تكيسات المبايض عند النساء كمان هو سبب كثير رئيسي لما يقدروا ينزلوا وزنهم، ومقاومه الانسولين، يعني اللي عندهم انسولين ريزيستنس
ريزيستنس، ان كان من عند النساء اللي عندهم تكيسات على المبايض او لسبب ثاني، هول الاشخاص لازم اول شيء يعملوا فحوصات طبيه لنعرف شو السبب. مزبوط. وبعدين فينا نلاقي الحل طبيا، يعني بالدواء وبالدايت بلان، لانه بيتغير حسب الوضع الطبي. بس الكورتيزون انت ذكرته كثير، لانه هو هلا كثير نحن بنشوفه للانفلاميشن او للغده او غيره. هول الاشخاص مش لازم انهم انت عم تاخذ كورتيزون يعني اكيد رح تنصح، لا. هلا اكيد عنده تشانسز انه يعمل ووتر ريتينشن، جسمه يحبس سوائل وتقل نسبه الحرق بالجسم، بس مع دايت مظبوط ونخفف نسبه الملح والنشويات والسكر بيقدر شوي يتحكم بالوزن. اكيد يعني مثل ما حكيتي ايه، انه لازم الواحد قبل اي شيء يروح يعمل فحوصات، يستشير الشخص الصح. صحيح يعني اخصائي اختصاصيين اختصاصيين واكيد اكيد ما هم اختصاصيين رح يعطونا جدول منيح وبلان منيح لنمشي عليه. آية حديثك طبعا لا يمل. لا يمل. شكرا وشرفتي ونورتي. صباح الخير يا وطن. مرسي. ان شاء الله لنا لقاءات اخرى ان شاء الله. اكيد. شو رايكم نطلع بريك وراجعين؟ يلا يلا.